ولا تدير في القضاء ولا حيلة من أمرني بالصبر والتوكل هو يشفيه مداتي الوحيدة مني أنا أدعى ومن عندك القبول والحاجة ما تكون فيها تعطيلة تعطيني ما طلبت في هالليلة خيلك أسيدي بالسادات الأفضال خيلك أسيدي بجاه كل ولي خيلك أسيدي بالسادات الأفضال كفت القطب والجراس والبداني يا من إلى رحمتي المفر ويا من إلي يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه بك استغنى غويت الضعفاء بك استغنى يا فحسبنا 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 يا ربي أنت وكفى فعلى أجل من عظيم قدرتي ولا أعز من عزيز سطوتي ألي عز ملكك الملوك تختار تخفض رغم ما تشاء وترفع والأمر كله إليك رده بيدك حله وعقده وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكرنا ضعفنا عليك فارحمنا يا من لا يزال عليما بضعفنا ولا يزال رحيما انظر إلى ما مسنا من الورى فحالنا من بينه كما ترى قد قل جمعنا وقل وفرنا وانحطم من الجموع قدرنا واستضعفنا شوكة وشدة واستقصونا عدة وعدة إلها إلا الله لا إله الله يا كاشف البلوى
التقوى الله الله لك بها منصوف الله الله بالمغفرات عراف الله الله ولي العالمين شفيع الله الله يا مداوي العباد